أمريكا ترفع الحظر عن اليمن وإعادة دعم الجيش الوطني لبناء قدراته، لنشاهد التفاصيل. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها إعادة التعامل مع الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمساهمة في بناء وتعزيز قدراته بما يحقق المصالح الأمنية المهمة للحكومة الأمريكية. جاء ذلك في التقرير الخاص بالاتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية والذي نشر قبل يومين. وقال التقرير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر التنازل جزئيا عن تطبيق الحظر على اليمن للسماح بتوفير عمليات حفظ السلام والتدريب المهني العسكري من خلال إرسال ضباط عسكريين مختارين للولايات المتحدة للتدريب الفني. وأضاف إن دورات التعليم العسكري هذه ستركز على إضفاء الطابع المهني على القوات العسكرية وستعزز سيادة القانون داخل القوات المسلحة اليمنية. في المقابل سيدعم هذا التدريب جهودنا لمنع تجنيد الأطفال. وأضاف سيكون إنهاء النزاع أمرا حاسما في وضع حد لمزيد من التدهور في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وضمان الاستقرار على المدى الطويل. وأشار إلى أن أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن هو الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب وجهود مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين. وتابع يتم استخدام تمويل التدريب المهني العسكري لبناء القدرات داخل جيش جمهورية اليمن المعترف بها، مؤكدا أن الحكومة اليمنية تتخذ خطوات فعالة ومستمرة لمعالجة مشكلة تجنيد الأطفال، ولفت إلى أن بناء قدرات حكومة الجمهورية اليمنية لتحقيق هذه الأهداف يعزز المصالح الأمنية المهمة للحكومة الأمريكية لتشمل تعزيز الأمن الداخلي مع التحرك في الوقت نفسه نحو هدف إنهاء الحرب في اليمن. وقال إن وزارة الدفاع تعتزم استخدام سلطتها لإعادة التعامل مع القوات المسلحة اليمنية الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها وبناء قدراتها لدعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ومكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة والتهريب غير المشروع وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب. والأهم من ذلك أن هذا الدعم المركز سيزيد من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تساهم في استمرار الصراع. وتابع سيتم تقديم هذا الدعم المدروس بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية وخفر السواحل اليمنية وقوات العمليات الخاصة اليمنية التي لا تشارك بشكل مباشر في الحالي ولكنها تشارك في الجهود المبذولة ضد التأثيرات الخبيثة للطرف الثالث التي تساهم في الصراع المستمر والأزمات. وفقا للتقرير لا يزال هناك عمل إضافي كبير للقضاء على هذه الممارسة في جميع أنحاء اليمن. سيكون الحل الأكثر ديمومة للتجنيد غير القانوني واستخدام الأطفال كجنود هو الحل السياسي الذي ينهي الصراع.